تستطيع انك. فبعضهم يقول والله انا ما اقدر اقرا القران قراءه صحيحه، احس بصعوبه. قلت عادي جدا سهل، مو انت تسمع كل يوم مثلا شيلات، ولا تسمع كل يوم لما تقرا القصيده اللي موجوده في الشيلات هذه، لما تفتحها وتقراها قبل ما تسمعها تحسها صعبه ثقيله عليك، لكن بعد ما سمعتها لما تقراها تحس ايش؟ تقراها بطلاقه. القران الكريم نفس الشيء. اسم عم احسن وش اخباره؟ الوالد طيب والله، متابع جيد. اقرا كل. طيب اللي لا يعرف يقرا ولا هو حافظ يردد السور الصغيره مثل قل هو الله احد، كلنا نعرف اجر قل هو الله احد، او يرددها يعني باستمرار. يعني اهم شيء انه يتعاهد القران الكريم. ترى تعاهد القران الكريم مهم جدا في موضوع السماع بالذات. لما تسمع من قارئ انت تحب صوته، ثق تماما انك بكره يعني ممكن تحفظ القران عن طريق السمع. اذكر زمان انا ايام الثانوي كنت احب اسمع، ولا زلت الى اليوم، امس وانا سامع الشيخ عبد الله المطرود احب اسمع صوت الشيخ هذا بشكل، هو والشيخ علي عبد الله جابر ورحمه الله عليه وصلاح باع عثمان، هذول دوما اسمع لهم. لكن اذكر واحد من الزملاء زمان اعطاني شريط الكاسيت هذا، كان حط المس. الان مع جمال صوت علي جابر اللي هو باع عثمان إيه؟ نفس محاكي نفس. محاكي تماما، وقيل انه من طلابه، دكتور هو في جده. المهم اعطاني شريط اول مره اسمع الشيخ عبد الله المطرود سوره النمل، سوره مريم، الكهف ومريم، وبعدين النمل والقصص. يا الله كل يوم اسمعها لدرجه اني صرت ايش؟ اقلده. بعد كذا حفظت السور هذه من الشيخ عبد الله المطرود. بعدين صرت احرص على اني كل ما نزل اصدار جديد للشيخ عبد الله المطرود اسمعه، حتى حفظت القران كامل عن طريق السماع. لكن ما جلست في حلقات التحفيظ الا للتجويد. تمام. التجويد والمخارج خراج الحروف. كان يدرسنا دكتور اسمه سعيد العبد الله، توفي رحمه الله عليه في جامعه ام القرى، يعني حريص وشديد على موضوع القران الكريم. اغلب الطلاب عنده ماخذين يا هاء يا دال. تمام. ما في يعني. طيب ابو روان، احنا نبي نسمع منك. تسمع نبي نسمع يا تقلد علي جابر ولا المطرود؟ واحد من دحين انا ما صرت اقلد، لكني اقرا. عطنا طيب اجمل من بس ابا صدى. ايوه عشان اسمع الصوت، ما ادري لاني قفلت المايك ما ادري شغال ولا احمد. خلينا نسمع منافس ولا ما ينافس احمد؟ لا ما انافس انا، بس تسمع احمد الغباشي؟ ها سمعت له؟ لا ما سمعت له. اوه لا انا اكره انا يعني اسمع احمد الغباشي. يدخل معي المطرود، نبغى مقطع الشيخ عبد الله المطرود يدخل معي احيانا وانا اقرا، اصلي بالناس احيانا في بعض المساجد، يعني ماني امام. تمام. رسمي، ولكن اذا جيت اي مكان وقدموا لي الناس صليت لهم فاقرا عادي. ابي صدى يا احمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.